ولد أستاذنا محمد عبد الفتاح القصاص على ضفاف بحيرة البرلس عام 1921، حيث ارتبطت حياة الفلاحين والصيادين البسطاء بالطبيعة. وخلال عمره المديد ارتبطت حياته أيضا بالطبيعة منذ التحق بجامعة القاهرة في عام 1940 طالبا ثم أستاذا بها، فلم يكن مجرد أستاذ جامعي مرموق، لكنه كان في المحل الأول إنسانا فاضلا وعالما شق طريقه بكفاحه وعلمه ليصبح من أهم علماء العالم في مجال البيئة. ومنذ الأربعينات من القرن الماضي قام القصاص بدراسة النباتات الصحراوية، ولم يكتفي بالتعرف عليها وتصنيفها، ليتعدى ذلك إلى دراستها في محيطها الأيكولوجي البيئي وديناميكيات بقائها وتنوعها. وبعد حصوله على درجة الدكتوراه من جامعة كامبريدج بإنجلترا في عام 1950 قام بالتدريس وإجراء البحوث في جامعتي القاهرة وجامعة الخرطوم ما بين عامي 1960 و 1964، حيث توصل إلى تعريف ظاهرة التصحر التي تتحول الأراضي الزراعية المنتجة على أساسها إلى صحار جرداء مقفرة. وقد عرض ظاهرة التصحر في المؤتمرات الدولية منذ الستينات، ثم مؤتمر الأمم المتحدة عن الإنسان والبيئة في ستوكهولم بالسويد عام 1972، حيث بدأت الحكومات في إنشاء مؤسسات وإصدار تشريعات وطنية لحماية البيئة. وكان بما قام به من دراسات بظاهرة التصحر دور هام في اختياره ليكون أول رئيس من العالم الثالث للاتحاد الدولي لصون الطبيعة منذ عام 1978 وحتى 1984. وخلال تلك الفترة الهامة أشرف القصاص على إصدار تقرير الاستراتيجية العالمية لصون الطبيعة عام 1980 مع عدة منظمات عالمية، والتي روجت لفكرة التنمية المستدامة التي تم تبنيها في العديد من الاتفاقيات الدولية الشهيرة مثل اتفاقية تريو عام 1992، والتي اختصت بالتنوع البيولوجي والتغيرات المناخية ومكافحة التصحر. كما ساهم أستاذنا في وضع رؤى مستقبلية للبحث العلمي واستخدامات الأراضي والاستراتيجيات الوطنية للتنوع البيولوجي والأراضي الرطبة، وكذلك تطوير المحميات الطبيعية في مصر. كما أصدر العديد من الكتب المبسطة مثل النيل في خطر وخطى في القرن العشرين وما بعده، بالإضافة إلى نشر الأبحاث العلمية في المجلات العالمية والإقليمية والوطنية، حيث أصبح العديد من طلبتي ذا شأن عظيم في مصر والعالم العربي. وبالإضافة إلى عضوية القصاص لكثير من الهيئات العلمية مصرية ودولية، فقد حصل على العديد من الأوسمة والجوائز العالمية والدكتوراه الفخرية من السويد والجامعة الأمريكية وجامعة أسيوط. ولم يتخلف القصاص يوما عن مكتبي في جامعة القاهرة حتى آخر أيامه، أو عن مكتبته البيئية المجاورة التي أسسها على نفقاته الخاصة وتركها إهداء إلى جامعة القاهرة. يأمه محبوه ومريدوه لينهلوا من علمه الغزير، ولتطمئن نفوسهم بما طبع عليه من وداع ودمافة وحكمة ومحبة، وبما تشع به ابتسامته الدائمة من ترحيب وصفاء وإشراق. فإلى الذين يولدون بالآلاف كل يوم في القرى النائية والفقيرة في أنحاء الأرض، انهضوا، لأن القصاص واحد مثلكم، لم يمنعه المهد الخشن ولا العيش المضيق ولا المسافة البعيدة بين القرية والمدرسة من أن يشق طريقه يدخل مبنى الأمم المتحدة بنيويورك مرفوع الرأس ليتلقى اعتراف المجتمع الدولي بإسهاماته في المعارف العلمية والجهود الدولية، وليفتخر كل مصري بالقصاص، وليكن لنا نبراسا بعلمه الوفير وبخلقه الكريم وبأدبه الجم وإنسانيته
وتواضعه. وليكن افتخارنا به مقرونا باستكمال رسالته. ولنبدأ بأن يكون الحفاظ على البيئة وصونها في مصر بندا من بنود الدستور الجديد، لنلبي للقصاص أمانة هي في أعناقنا جميعا. البيئات الموجودة في صحراء مصر، وتتميز كل بيئة بأنواع من النبات والحيوان، هي جميعا جزء من تراثنا الطبيعي يستحق الصون والحماية من الانتفاع الذي يتهددها، لتبقى لنا ولأجيال تأتي من بعد.